هنا أنا علي وسرى برحلة البحث عن الكنز. ذكرني بصاحبتي. عندك هذا صبعك طالع تهريب. اليوم حبينا نسوي لكم تغييرات، وطبعا اليوم جبناكم على البحر على الساحل. هم بدون كل شيء هم يعرفون من هدوم مريم وين. هاي الاجواء اليوم على الساحل، بس هذا الجو احلى. ايش ذا سام مريم؟ ما تعرف صار كثير. ادو دو 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 مريومة فوتيها في الماء حتى لا تبرد. اصدقائنا الاجواء الصيفيه، وهاي مريم وسرى. ها ميمي البحر بدها تلعب عافيه. ان شاء الله تكون الاجواء تعجبكم. نتمنى طبعا الكل يشترك بالقناه ويشوفون هذا الفيديو كليته للنهايه، ابدا لا تفوتون ولا دقيقه. الاجواء حلوه وتخبل، وشوف ايش راح يصير ويانا بنهايه الفيديو. اوبا يلا قاعد هنا. مهما تفتي امشي تريد منه ما تبي شيء. ابدا 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 طبعا هذا يصير فيك مع السمك ما اشوف شنو باش قلت لكم من عندك. هذا محارة راح تحطوا يا ليمون وكلي لا عيونك يلا.
الله الله يا الكوسج. جايب على الأودا سبح اليوم. طبعا علي نزل يسبح. هلا وشنو شعورك اليوم؟ هسه راح اوديكم الجورة وما انسي. هنا انا كل واحد جاي، صاحبته جاي، حبيبته جاي، زوجته جاي، انا جاي بعد الحو جاي. لك يا ولد يا ولد وين جاي يا ولد؟ يا ولد اقعد يا ولد. يلا يا ابي ها منا شمس حلوة. يلا ايه شمس حلوة منا يا ولد. امير حاليا جسته تحت 35 متر. حلوة بهم لابو المير حلوة. شي رجلك من الكليج هذا مين طلع هذا؟ نيو تشيكتين سندن بين دارينش بيشير كامل صاحبتي. اشتركوا اشتركوا.